السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح نشارك معكم طلبيه. هذه تاع اليوم كان فيها زوج طلبيات انواع تاع صابلي راح نشاركهم معكم اليوم. نبداو بسم الله في العجينه تاع صابلي. هذه راح نخرج منها زوج انواع هكذا باش تدوا افكار كي يكون عندكم يعني طلبيه وحده وتحب تنوع في صابلي. هنا درت 250 غرام مارغرين، درت معها نص كاس زيت لافاني، قرصه تاع الملح، ودرت كاس سكر ناعم، خلطهم كلش يعني مع بعض حتى حصلت على خليط متجانس. هنا ضفت حبة بيض كاملة وحبة صفار، كملت خلطهم هكذا. من بعد نضيفوا النشاء ونضيفوا الخميرة الكيميائية، يعني نضيفوا هذه المكونات كامل مع بعض. من بعد نقسموا العجينة على حساب واش راح تديروا يعني أنواع. هنا ضفت كاس مايزينا ومغرف صغيرة ولا نص مغرف صغيرة خميرة كيميائية، خلطهم وقسمتهم على اثنين. انا راح ندير زوج انواع فقط وانتم ما تقسموا على حساب واش راح ديروا انواع تاع صابلي. هنا شوفوا ديجا قسمت الخليط تاعي هذا على اثنين. الخليط الاول يعني راح ندير صابلي عادي، راح نديره يعني بالكراميل. هنا ضفت مباشره فرينه حتى تحصلوا على عجينه طريه، نحلوها بالحلال في وسط كيس بلاستيكي. استعملت الطابع الدائري هاوليك، طبحتهم كامل، حطيتهم في صينية وطيبتهم على 170 درجة. البنات بالنسبة للصابلي يعني من الأحسن طيبوه في نار قليلة هكذا باش يطيب لكم ويجيكم هشيش، يعني ما يبقاش خضر من الداخل. طيبت صابلي الأول. بالنسبة للصابلي الثاني راح نديرو بنكهة لوتس. هنا حبيت نوريكم فقط باللي هذا العلبة كاين الحجم هذا الكبير، فيه كيلو و600 غرام. يعني أنا صراحة كنت حنشري علبة صغيرة لكن ما صدتش، صدت غير هذه الكبيرة. السعر تاعها هو 320 ألف. هنا راح ندير حوالي نص مغرف كبيرة في العجينة، على خاطر عندي عجينة يعني ماشي بزاف، يعني كمية قليلة. درت نص مغرف اللوتيس هنايا في العجينه. من بعد بديت نضيف الفرينه تدريجيا حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه. صراحه البنات يعني انا شويه نشفت النوع الثاني هذا، نشفته يعني ضفت له الفرينه اكثر من اللازم، لكن نتوما يعني حاولوا ديروا تدريجيا باش تحصلوا على عجينه طريه. حليتها في وسط كيس بلاستيكي وطبحت بهذا الطابع اللي راكم تشوفوه فيه. هكذا الصابلي تاعي تجي في شكلين مختلفين. كيف راح نطيبو على 170 درجة، قلت لكم نطيبو في أقل درجة ما نطيبوش على 180، ماذا بكم نقصو للفرن هكذا باش يطيب لكم مليح ويجيكم هشيش ومقرمش. طيبت الصابلي تاعي، الآن راح نحضر كريمة الزبدة. المقادير درت هنايا 150 غرام مارغرين مع 350 غرام سكر ناعم. ما درتش الزيت في الكريمه هذه، يعني ضفت المارغرين مع السكر هذا ما كان. بالنسبه للمارغرين انا استعملت ماني، يعني نحب نستعمل ماني في الكريمات، والكميه هذه دارت لي اكثر من 50 حبه، يعني حوالي 55 حبه بالضبط. على خاطر البنات انا كنت خدمت ديجا من قبل الصابلي، درت 250 غرام زبده يعني نفس المقادير اللي شفتوه معايا، خرجت لي قريب 30، يعني خرجت لي 27 حبه. طابع دائري اللي شفتوه معايا يعني كان عندي صابلي الكراميل كميه كبيره على الاخر. وبالنسبة للعبر هذا يعني الصابلي اللي درتو معاكم دوكا، كيف يعني دار لي حوالي 30 حبة، على خاطر النوع الثاني الصابلي تاعو يعني جاني صغير. المهم بالتقريب 250 غرام زبدة مع الكمية تاع الزيت اللي مديتها لكم دير لكم حوالي 30 حبة. المهم البنات طلعت الكريمة تاعي، من بعد قسمتها على اثنين، يعني وحدة كبيرة على وحدة، على خاطر قلت لكم صابلي تاع الكراميل عندي كمية أكثر من الآخر. شوفوا الكريمة كيفاش تجي، يعني تجي شادة روحها، تجي بزاف هايلة. الكمية الكبيرة ضفت لها عطر الكراميل، وراح نضيف لها من بعد حلوة ترك، يعني نسيت حلوة ترك حتى من بعد. هي نورمالمون هذه كريمة حلوة ترك، يعني ضيفوا لها في كي تكونوا طلعوا فيها، لكن انا نسيتها. من بعد زدت ضفت يعني كميه حلوى الترك هكذا وخلطتها غير بالسباتول. وكريمه ثانيه يعني ضفت لها ملعقه تاع لوتس، هذا ما كان عندي كميه قليله هنايا، خلطتها فقط كما راكم تشوفوا. من بعد درتهم في الكيس هذا وبديت ندير في الصابلي تاعي. بديت بهذا الصابلي البنات، راح نضيف في الاطراف كريمه وفي الوسط نضيفوا زبدة اللوتس هكذا باش تجي البنة تاعها مليحة وتبان في هذا الصابلي.
شوفوا الصابلي كيفاش طاب. انا نحبه يعني يطيب هكذا، يطيب شويه يعني نوعا ما حمر، ما نحبوش بيض باش ما يجيش خضر من الداخل. نضيفوا كريمه الزبده في الاطراف، والوسط نحشوه باللوتس كما راكم تشوفوا. نشكلوا مليح الصابلي تاعنا، من بعد كي نكملوهم نحطوهم في المجمد. البنات كي نقول لكم في المجمد ماشي معناتها يعني تخلوها ليله كامله، تخلوه حتى يجمد مليح، لا لا، انا نديرو في المجمد باش الكريمه تحكم روحها. يعني كل وحده وكيفها، حوالي نصف ساعه ولا ساعه، باش من بعد كي نروح نغلاسيه يجيني ساهل، يعني الصابلي تاعي ما يزغدش، يبقى هكذاك ثابت، تجيني غلاساج يعني يجيني ساهل. هذا ما كان ماشي تخلوه ليله كومبلي هكذاك، راح يشقق لكم الشوكولا كي تغلاسيوه، كي يعني يجمد لكم مليح الصابلي. صافي ماذا بكم، الصابلي تاعكم يبرد ويشد روحه، يعني الكريمه تكون شاده روحها. هنا البنات راح نغلاسي الصابلي تاع لوتس. هنا درت شوكولا بيضاء نوعيه دادا، درت لها شويه شوكولا بالحليب هكذا باش يتغير اللون تاعها كما راكم تشوفوا. غلاسيت الصابلي تاعي، جبته من المجمد يعني لقيته بارد ولقيته حاكم روحه. غلاسيت الصابلي تاعي بالشوكولا، ثم نشفت لي، من بعد زينتها بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، والصابلي تاعي راهو واجد. هذا ما كان، هذا النوع الاول. قلت لكم يعني ماشي بزاف كميه، ماشي بزاف. النوع الثاني صابلي تاع حلو الترك والكراميل، كيف كيف يعني درت كريمه الزبده في الاطراف، وفي الوسط درت توفيا كراميل هايليك. وهنا التزيين راني محضراته بالشوكولا والمكسرات من الفوق هامليك. دوك نكمل كيف كيف، نكملو يعني نحشيه، من بعد نديرو في المجمد، من بعد نغلاسيه. هنايا غلاسيتو بشوكولا دادا بالحليب، من بعد راح نحط التزيين من الفوق، نحطو شويه شوكولا ونحطو التزيين تاعنا من الفوق، نخلوه ينشف شويه ونكملو له التزيين. هنا البنات عندي زوج طلبيات، يعني طلبيه الاولى فيها 30 هذا الصابلي تاع الكراميل و30 كعكعات تاع الريشه راح تشوفوه معايا من بعد. والطلبيه الثانيه يعني ميلونج فيها فيها حبيبات من كعكعات وصابلي اللوتس وصابلي هذا، يعني كميه قليله يكون يعني حلويات متنوعه. دوك تشوفوا كامل الانواع اللي خدمتهم. هنا راح نكمل نحط التزيين تاعي هذا، من بعد نديرو من الفوق ولا نديرو ايضا ملمع ذهبي. راح نوري لكم النوعيه اللي استعملته، هاوليك الفونت هو اللي راني نستعمل فيه، يعني هو احسن نوعيه صراحه، يجي اللون تاعو بزاف هايل. فقط يعني السعر تاعو شويه غالي على الاخر، خطرات تسيبوه بروموسيون، يعني هكذا استغلوا الفرصه كي تلقاوه تلقاو السعر تاعو منخفض، شروه ولا شرو كميه مليحه. من الاحسن يعني تبعوا اللي يبيعوا لوازم الحلويات هكذا، كي تشوفوهم داروا بروموسيون ولا يعني تخفيضات، تستغلوا الفرصه وتشرو كميه مليحه. هنا يعني خلطته بالسائل المذيب هذاك وشكلت صابلي تاعي، من بعد درته في ليكيسات، وهذا هو الشكل تاعو النهائي. فقط بالنسبه ليكيسات يعني كاين مبتدئات ما على بالهمش، بالنسبه لكي يكون يعني صابلي هكذا مدور وليكيسات يكونوا شويه صغار، راح نوري لكم طريقه مام في الكعكعات يعني تبعوها، مام في العرايش كيف كيف، تفتحوا ليكيسات تاعكم بهذه الطريقه هكذا، يعني تكبروهم شويه، تكبروا القاعده تاعهم هكذا، راح تجيكم يعني الشكل تاعها شباب في ليكيسات. اي نوع حلوه هكذا يكون مدور ولا كما قلت لكم مام الكعكعات نخدمهم بنفس الطريقه. نكمل صابلي تاعي هكذا، وهاوليك الشكل تاعو. الان راح نحط يعني كل الطلبيات هذو كامل، كل واحده نحطها في العلبه، اكيد راح نقسم معكم باش تشوفوا الحلوه كيفاش جات من الداخل. اول نوع راح نقسم الصابلي تاع الكراميل، شوفوا الصابلي كيفاش كيطيب على نار قليله، يطيب يعني يبان هشيش ومقرمش في نفس الوقت، وشوفوا الكراميل هايليك. وكريمه الزبده درنا فيها ذوق الكراميل وحلوه الترك. بالنسبه للكعكعات هنا راني نكمل نزين فيهم، حبيت نقسم معكم حبه ايضا باش تشوفوها كيفاش تجي من الداخل. شوفوا البنات كين يعني وريت لكم الطريقه كيفاش يجي الداخل على شكل طبقات، شوفوا البنات راح نقرب لكم.
ها وليك الكعك عاد هنا درتهم باللوز، جا يعني الجو طريين، جو بزاف بنان، وشوفوا كيفاش يجي على شكل يعني العجينة هذيك تجي على شكل طبقات، وشوفوا الطراوة يعني خرج ما شاء الله. بعد ما كملت الطلبيات هاوليك في شكلهم النهائي بالنسبة لكعك عاد يعني دايره معاكم شحال من خطرة. هذا تزيين تاع الريشة يجي سامبل، يجي بزاف هايل. الطلبيه هذه قلت لكم فيها كعكات وفيها هذا الصابلي تاع الكراميل، والطلبيه الثانيه هي طلبيه متنوعه. شوفوا كيفاش خرج الصابلي تاع اللوتس. صراحه البنات يعني قسمت معكم حبه لكن ما لقيتش هذاك الفيديو، ما على باليش وين راح. المهم جا بزاف بنين، و ان شاء الله يكون فاتكم هذا الفيديو. كما شفتوا معايا يعني عجينه وحده خرجت منها زوج انواع تاع صابلي مختلفين تماما في الذوق وفي الشكل. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.